نشوف السؤال ده اللي هم حاطينه برضو مع بعضينا. You perform a routine newborn examination on a baby who is 72 hours old. Which one of the following features requires further immediate assessment? يعني بنعمل evaluation لبيبي لسه مولود عنده 72 ساعة. مين من دول اللي لازم immediate attention يعني يتاخد على طول؟ هل وجود acrocyanosis, cyanosis في الانزلوفيت؟ لا مش شرط، دي بتساعد تحصل ايه نورمالي في العيال الصغيرين لفترة محدودة كده في الاول. هارت ميرمر طبعا دي حاجة absolutely abnormal finding ان الاقي هارت ميرمر، ولازم تبقى evaluated. هي ممكن تبقى hemic murmur بسيطة جدا، وممكن تبقى ايه حاجة physiological، يعني ممكن تبقى indication للserious cardiac abnormality، VSCD إلى آخره، أو other abnormalities that need to be corrected as early as possible sometimes. وايد فاجينا discharge ساعات بيحصل من الهرمونال changes أثناء البريجنس، دي بتأثر على البيلي، يحصل ممكن شواء حاجة بسيطة كده ممكن within normal. البريست انلارجمنت ممكن برضو نتيجة الهرمونز التعرض دي أثناء البريجنسي، ممكن إيه يحصل شواء في early breast enlargement كده ويتحسن. الكونجنكتيفال ايه او سب، دي المفروض سب، معذره ما بقول انا ايه الاسئله بتاعتهم بنعلق عليها. سب كونجنكتيفال هيموراجيس برضو دي حاجه كونسيدر ماينور، يعني كومبيرد لايه، لوجود ايه ميرمر في القلب. وجود ميرمر على الهارت دي لازم ايفالويتد. هو بيسال هنا اللي فيرذر ايميديت اسس، ايميديت يعني ما اقدرش حتى اتاخر فيها، لانها حاجات ممكن تبقى سيريس قوي ان الاقي ابنورماليتي وكاردياك ميرمر. ات كان بي هيميك ميرمر، فيسيولوجيكال ميرمر، فينس، حاجات بسيطه وممكن تبقى انديكيشن لسيريس كاردياك ايه انومالي. فيوم ما اسمع ميرمر على القلب دي ما تتعداش، بالذات لو معاها ثريل دي لازم ايه immediately نعملها further assessment، ما نتاخرش فيها لان ممكن ايه نلحق حاجه بدري early قبل ما يحصل منها ايه complication. عيان هنا 40 سنة، واحدة أقصد عندها 40 سنة، presents recurrent episodes of vertigo ومعها إيه fullness وpressure في الears، يعني vertigo وإحساس fullness وpressure في الears، وهي بتقول إن الhearing بتاعها بيبقى worse أثناء الattack. clinical examination is unremarkable، شوفناها عامة ما فيش أي حاجة، ولكن هي بتشتكي attacks بتجيلها. الattacks دي بتبقى vertigo واحساس الاير فيها فولنس وبريشر جامد قوي، و او بريشر فيريس ديجريز، والهيرنج متاثر. الكومباينيشن ده على بعضه دايما يديني في واحده في ميل في السن ده احتمالات مينيرز ديزيز. ها الامور الاخرى اكوستيك نيروما مش هتيجي، هتبقى مور بروجريسيف. البناين باروكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو مش هيدي احساس الفولنس، وفي الاير ده زائد الهيرنج لوس مش تيبيكال معاه. فهنا هوت الحقيقه ريكرنت ابيسودز اوف فيرتايج ومعاها الشكل ده من الفولنس وبريشر وهيرنج لوس، ده تيبيكال بتاعه المينيرز ديزيز اللي هو انر اير كونديشن ذات كان كوز، بيبقى فيه البريشر عالي نوت، وشايفين ادي النورمال وادي اللي هي الايه الايه ديستندد اندوليمف في حالات المينيرز ديزيز والبريشر العالي ده. ده بيبقى بيدي specific type of dizziness أو vertigo in which the patient feels he is spinning، هو اللي بيلف مش مجرد الدنيا، بده هو نفسه بيلف. it also can cause tinnitus، يسمع ده، وhearing loss، ها بيجي ويروح. هي دي النقطة اللي critical في الموضوع، a feeling of fullness وpressure في الear كمان. usually only one ear is affected. فادي هنا الاندوليمف بيعلى والبريشر بتاعه بيديني اتاكس اوف ديزنس او فيرتايجو جامده، العيان بيلف يشعر بفولنس في الاير والهيرنج بيتاثر وبريشر في الاير اللي افكتد وغالبا يونيلاترال. فهذا الوصف الحقيقه اللي هو ريكرنت ابيزودز اوف فيرتايجو معاه فولنس وبريشر وهيرنج لوس، ده تيبيكال بتاعه ايه المينيرز ديزيز. التلاتة مع بعض ممكن لاقي فيرتايجو في حالات اخرى زي البناين، لكن معهوش الايه الصفات ايه التانية. اكوستيك نيروما تبقى مور بروجريسيف ومور اباوت هيرنج ايه لوس.